اللوغين. مرحبا. مواقع التواصل الاجتماعي بتبقى بحالة نشاط دائم، ولوغين عم يرافقكم يوميا بنفس التوقيت على شاشة سما الفضائية كرمال نعرف شو جديد السوشيال ميديا ومن كل البلدان وعلى المنصات المختلفة. لهيك خلونا نتعرف سريعا على العناوين. الانطلاقة من مصر، وبالرأسة الأخيرة وفاة شاب أثناء حفل خطوبته، وبتاني أخباري حنروح لعند الترند يلي حقق انتشار واسع، ومغامر فرنسي شهير فقد حياته بسبب آخر سيلفي. أما الختام فمع عالم الرياضة، وميسي حقق حلم طفل صغير بيعاني من مشاكل صحية مشابهة لمعاناته بطفولته. هي كانت العناوين، التفاصيل من بعد ما نعمل أول لوجين على تويتر. بيقولوا أوقات كتيرة القلب ما بيتحمل المواقف الصعبة والحزن، وممكن يعمل أزمة صحية لصاحبه، ونفس الشيء بوقت الفرح. كتير منسمع قصص ناس وبفرحة معينة وقف قلبها وتوفت، وهذا اللي رح صار أو رح أحكي عنه بأول أخباري لليوم. فتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هالمقطع الفيديو اللي عم يمرق حالياً بيوثق لحظات أو آخر لحظات حياة شاب مصري توفى خلال حفل خطوبته بمحافظة بورسعيد شمال شرق البلاد ومصر. وظهر بالفيديو الشاب صهيب صاحب 22 عام، هو عم يرقص مع خطيبته الرقصة الأخيرة مثل ما وصفوها قبل دقائق قليلة من سقوطه على الأرض وبقاعة الحفلات، لحتى يلفظ أنفاسه الأخيرة بين أحضان أبوه ورفقاته. طبعاً صهيب وصل للمستشفى جثة هامدة، من بعد الفحص الطبي تبين أنه سبب الوفاة هو توقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية وسكتة قلبية. هذه اللي كشفت عنه التحريات والتحقيقات. أما بالنسبة للشهود اللي كانوا موجودين فقالوا أنه الشاب كان بيتمتع بأخلاق حميدة وودود ومحب لأصدقائه ولمعارفه. بدل مجهود كتير كبير بالفترة الأخيرة قبل حفل الخطوبة كرمال يجهز، وما قدر ياخد أي وقت للراحة، وخلال الخطبة وقع وغمي، وكان الكل مفكر أنه بسبب الإرهاق، ولكن للأسف مو هيك طلع السبب أو مو هيك كان التشخيص. فحفل الخطوبة تحول لمأتم، وتحولت الضحكات لصرخات، وبدل ما يزفوه لخطيبته زفوه للمقبرة. وشيع أهالي بورسعيد الشاب وسط حزن واسع وصدمة كبيرة، سواء من أهله أو حتى من رواد مواقع التواصل يلي كانوا حزينين فعلاً وبشكل جدي على الحادثة يلي صارت. طبعاً على هي الحادثة، وكثير من الأشخاص قالوا أنه والدة صهيب ما كانت موجودة أو ما حضرت حفل الخطبة لأنه قلبها كان حاسسها وكانت عم تحكي أنه خايفة من وفاة حدا من أولادها، وللأسف طلع ظن الأم وحدسة بمكانه. الله يرحم صهيب ويصبر أهله وخطيبته ومحبينه على غيابه. تاني أخبار جولتي اليومية، وتاني لوجين على إنستغرام. مغامرات كتيرة ممكن نشوفها بالصدفة نحن عم نقلب بصفحاتنا الخاصة على السوشيال ميديا، منا المخيف ومنا الخطير ومنا يلي مو محسوب حسابه أو حتى شو ممكن يصير. ويلي صار أو يلي حأحكي عنه بتاني أخبار جولة اليوم هو مغامر فرنسي اسمه ريمي، انشهر بتسلقه للمباني الشاهقة والعالية، ولكن بمغامرته الأخيرة خلال تسلقه أحد الأبنية بهونغ كونغ ومن الطابق 68 وقع ريمي وفقد حياته. ومن بعد الحادث عثرت الشرطة على الكاميرا الرياضية الخاصة فيه، ويلي وثقت يمكن هي اللحظات ولحظات من مغامرات سابقة، وكانت بتحتوي على مقاطع فيديو للرياضات الخطيرة يلي عم بيقوم فيها. الشاب يلي كان بيتمتع بصحة جيدة وقبل وفاته بفترة وجيزة نشر صورة لأفق هونغ كونغ على ملفه الشخصي على إنستغرام بمحاولة منه كرمال يقول إنه مغامرته القادمة حتكون من هذا المكان من دون ما يكون حاسب حساب إنه نهايته أو نهاية حياته حتكون من هون. هلأ بتفاصيل الحادث، اعتقدت الشرطة بالبداية أنه ريمي حوصر بالسقف وكان عم يطلب المساعدة قبل ما يقع، ولكن من دون ما يلقى أي مساعدة ومن دون ما يكون معه أي وسيلة للحماية بهي المغامرة يلي قام فيها، وللأسف أدت لوفاته. طبعاً هي الحادثة عملت كتير ضجة كبيرة وجدل واسع وآراء متضاربة بين رواد السوشيال ميديا. ناس زعلت وعبر العديد من معجبين ريمي عن حزنهم من حادثة وفاته، وذكروا أنه كان مصدر إلهام لإلهم. ناس كتيرة بالمقابل لامت هيك تصرف غير مسؤول، وناس دعت الكتار أنه يفكروا قبل ما يتصرفوا أو يعملوا أي مغامرة، لأنه فعلياً ممكن أنه تنهي حياتهم بأي لحظة.
يعني للأمانة المشاهد يلي مرقت مخيفة، وكل الأشخاص يلي قلوبهم ضعيفة ما فيهم يكملوها للآخر، ما فينا نقول بالنهاية غير الله يرحمه، ولكن عن جد خلونا ننتبه على تصرفاتنا، وما في داعي كرمال تريند أو مشاهدات وفيوز عالي نعرض حياتنا للخطر. بالنهاية الله يحمي الجميع. آخر أخبار جولتي اليومية وآخر لوجين على تيك توك. وختام جولتنا لليوم حنروح فيها على عالم الرياضة، هالعالم يلي مليان بالأحداث والقصص الكتيرة، ولكن بتبقى أخلاق المشاهير هي يلي بتميزهم وبتخلي الناس تتقرب منهم أو حتى تحبهم أكثر. ليونيل ميسي الكل حكي مؤخراً بأخلاقه العالية، فقدر النجم الأرجنتيني أنه يحقق حلم الطفل مانو البالغ من العمر 8 سنوات وعم يخضع للحقن بهرمونات النمو. والتقى الطفل وهو من مواليد الأرجنتين بميسي بميامي، وتأثر كتير بهاللقاء، ومثل ما عم بنشوف بهاي المشاهد بكي بحرقة لأنه شاف ميسي، أما ليونيل فحضنه وضمه وحكي معه. الطفل بالبداية عرف عن حاله وقال أنه إجا كرمال يشوفه ويرافقه بأول ظهور لإله بالنادي الجديد، وأضاف أيضاً أنه بيحب يشوفه وهو عم يلعب، ولكن قوة ميسي المستمرة هي اللي عم بتألهم مانو. وختم الطفل: لهالسبب اخترتك أنك تكون بطلي وأفضل مثال لإلي، ولما شفتك ما عادت خايف من علاجي. ميسي يمكن كلياتنا أو أغلبنا ما بنعرف هاي المعلومة عنه، أنه كان يخضع للحقن بالهرمونات للنمو هو وصغير بمرحلة معينة قبل المراهقة، ويلي استمر فيها لحد ما وصل لبرشلونة. هي المشاهد يلي عم تمرق حالياً كانت الأكثر انتشاراً وتداولاً بين رواد السوشيال ميديا، ويلي تمنوا لمانو الشفاء العاجل، وأيضاً أشادوا بتصرف النجم الأرجنتيني ومحبته وتواضعه. مشاهد وقديه مهضومة، وقديه عن جد الواحد كل ما كبر كل ما تواضع كل ما كان قريب من الناس أكثر. مع هذا الخبر أنا بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية من لوجين. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأفكار والأخبار والقصص والفيديوز الترينت يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا، ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتتركوا لنا كل اللينكات والفيديوز والأخبار يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا هي كانت حلقتي، وهدول كانوا كل أخباري. موعدي معكم بيتجدد بكرة إذا الله راد وبنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية. ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.